السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد روكي. النهاردة هنتكلم عن الـ MQTT بروكر. الـ MQTT هو يعتبر بروتوكول يستخدم بكثرة في أجهزة الـ IoT، تمام؟ والبروكر الخاص بالـ MQTT يعتبر هو السيرفر أو السوفت وير أو السنتر أو مركز البيانات في البروتوكول ده، تمام؟ البروكر ده هو اللي بيكون متخزن عليه التوبكس اللي هنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل. فلنفترض مثلا ان في عندنا جهاز ايه، جهاز ايه ده عبارة عن موبايل مثلا، تمام، وعندنا جهاز بي وده عبارة عن اي او تي ديفايس. مثلا الجهاز ده بيحسب درجات الحرارة، والجهاز في نفس الوقت يقدر يعمل كنترول مثلا على بلب، مثلا على لمبة أو على ماتور أو على أي حاجة أيا كانت. وأنت عايز تبعد عن موضوع فتح البورتات والكلام ده والفي بي إن وكل الحاجات دي، ففي شركات بتقدم لك خدمات زي خدمات الكلاودنج كده، فأنت ممكن تشترك عندهم. مثلا ممكن تشترك مع أمازون AWS وتثبت على السيرفر بتاعهم MQTT بروكر، والبروكر ده هيكون عندك في المنتصف، يعني هيكون ما بين الموبايل بتاعك او اي كلاينت وما بين اي كلاينت تاني، مثلا زي الجهاز الاي او تي اللي اتكلمنا عنه دلوقتي، جهاز بيبعت قراءات او بيستقبل اوامر، وجهاز عندك تاني بيبعت اوامر او بيستقبل قراءات. عندنا في الام كيو تي تي اي جهاز بيتعامل مع البروكر فهو يعتبر كلاينت. الكلاينت ده لما بيحب ان هو يبعت داتا او يستقبل اوامر فهو بيقوم يعمل حاجة اسمها المسج او زي رسالة كده، والرسالة دي لها نوعين، يا اما بابلش، تمام، يا اما سبسكرايب. سبسكرايب دي انت بتشترك في التوبيك، تمام، او في الشيء اللي انت عايز تتابع الاوامر اللي بتتكتب عليه، وبتستنى ان حد تاني يعمل بابلش على التوبيك ده. اول ما حد بيعمل بابلش على التوبيك ده لاي داتا سواء كانت رقمية او ايا كان نوعها فبتجيلك على طول طالما انت عامل سبسكرايب، كأنك مثلا عامل سبسكرايب في قناة على اليوتيوب وبتستنى ان الشخص صاحب القناة ده يعمل بابلش عليها الحاجة، والحاجة دي بتجيلك على طول، تمام. مثلا لو الجهاز اللي عامل سبسكرايب ده عبارة عن جهاز اي او تي فهو بيستنى مثلا ان شخص تاني يعمل بابلش لكوماند مثلا وهو ياخده ينفذه، سواء الجهاز اللي عامل سبسكرايب ده عبارة عن ابليكيشن معاك على الموبايل وبيستنى لما الاي او تي ديفايس يعمل بابلش لداتا زي درجة حرارة مثلا، او زي ما مكتوب قدامنا هنا درجة رطوبة او نسبة رطوبة لان هي بتكون بالنسبة المئوية، تمام، وانت بتستنى لما الشخص ده يعمل بابلش فبيجي لك انت نوتيفيكيشن مثلا على الموبايل على الابليكيشن بتاعك او بيظهر لك القراءة. هنشوف الموضوع ده عملي دلوقتي، بس قبل اي حاجة عايزين نعرف ايه هي التوبكس. التوبك دي بتكون هي اللي بيتكتب عليها، يعني هي اللي بتكون منتظراك ان انت تعمل عليها بابلش او تعمل لها سبسكرايب. ونفترض عندنا هنا مثلا في توبيك اسمها فارم جواها سب توبيك اسمها ساوس وسب توبيك تانية اسمها نورث، تمام. النورث جواها في اتنين توبكس تانيين، المويستر او اللي هي الرطوبة واللايت، تمام. لما انت تحب تعمل بابلش لللايت ده فانت بتكتب اسم الفارم بعد كده النورث بعد كده اللايت وما بينهم سلاش زي ما نشوف دلوقتي. وبرضو نفس الموضوع لما بتحب تعمل سبسكرايب عشان تشوف الداتا اللي بتتكتب على اللايت هتكتب برضو فارم سلاش نورث سلاش لايت، ممكن يكون بدل السلاش دي اي حاجة حسب الكلاينت اللي انت بتستخدمه. النهاردة احنا هنستعمل اتنين كلاينتس. الكلاينت الاول موجود عندك في جوجل كروم، تقدر ان انت تحمله في الابليكيشنز بتاعت كروم، اسمه MQTT بوكس، تمام، ده الـ MQTT Box. وعندنا كلاينت تاني هنا اسمه MQTT Explorer، تمام. طبعا في أجهزة الـ IoT بيكون الموضوع يعني مختلف عن كده كتير.
بس انت بس ممكن تستخدم ادوات زي دي لو عايز تعمل ديباجنج مثلا او كلام من ده. عندنا في برضو سيرفر اللي هو معمول عشان التست اسمه تيست دوت ام او اس كيو، ده السيرفر اللي قدامنا. تمام، ده سيرفر معمول للتست. تمام، هتلاقيه موجود عندك اصلا انتجريتد في البرنامج ده لما بتنزله في الام كيو تي تي اكسبلورر. زي ما احنا شايفين في عندنا خيار ال تي ال اس اختياري، معنى كده ان التشفير في الاتصال ده اختياري، ولو مش مفعل التشفير فكل البيانات بتاعتك بتمر من خلال الشبكة كلير تكست. وزي ما هنشوف برضو ان الوقت الاوثنتيكيشن برضو عملية اختيارية، مش كل السيرفرات بتكون طالبة اوثنتيكيشن. تمام، وزي ما هنشوف دلوقتي على المثال على السيرفر الخاص بالدرون دي. هنجرب الاول نعمل كونكت على السيرفر. تمام، واضح ان الانترنت ضعيف شوية. زي ما حضراتكم شايفين كده دلوقتي هو عمل كونكت، ظاهر عندي هنا ان انا اعمل بابلش. تمام، بس لازم من هنا طبعا اختار التوبيك اللي انا هعمل عليها البابلش الاول. دلوقتي هندخل على الكلاينت التاني اللي عندنا، هندخل برضو على نفس السيرفر. من هنا عايزين نعمل اد سبسكرايب، عايزين نعمل سبسكرايب، هنعمل سبسكرايب للتوبيك دي. تمام، اد سبسكرايبر توبيك تو سبسكرايب، هنعمل بيست، دي التوبيك بتاعتنا. في السيز بروكر كونكشنز الهوست ده، بعد كده الستيت، نضغط سبسكرايب. زي ما حضراتكم شايفين الايميل اللي موجودة دلوقت او المسج اللي متخزنة في التوبيك دي هي عبارة عن ايه، عن واحد. هنروح على الكلاينت التاني اللي معانا، لو ممكن يكون في اي مكان في العالم برضو وعايز يبعت داتا للكلاينت اللي عامل سبسكرايب ده، هنروح نعمل بابلش من هنا. ممكن ندخل من هنا نختار المكان، يعني احنا دلوقتي في البروكر، هنروح على الكونكشنز. تمام، ده الهوست، وزي ما حضراتكم شايفين دي الستيت، دي التوبيك الوقت اللي احنا نقدر نعمل لها بابلش، وبرضو ناخدها كوبي، يعني احنا ممكن نحطها هنا. تمام، زي ما حضراتكم شايفين نفس التوبيك. ممكن نكتب عليها داتا في شكل رو او في شكل جيسون او اكس ام ال. هنكتب الداتا رو، هنكتب مثلا تيست باد بوت، نعمل من هنا بابلش. لو رجعنا على الكلاينت التاني هنلاقي اللي احنا كتبناه ظهر، تيست باد بوت. طبعا البروتوكول ال MQTT ده عشانه سريع جدا بيستخدم في اجهزه الاي او تي، بحيث ان لو في اي لتنسي او اي تاخير يكون الموضوع ايه، بسيط جدا وغير ملحوظ. بس طبعا غلط ان حد يستخدم البروتوكول ده من غير اي عمليه اوثنتيكيشن. تمام، ومن غير ما يكون مفعل مثلا تي ال اس. هنعمل ديسكونكت بعد ما عملنا تيست لده. خلاص عملنا تيست، زي ما حضراتكم شايفين القيمه اتغيرت او الستيت اتغيرت، بقت تيست باد بوت. تمام، طبعا في اي عمليه بنتريشن تيستنج او ريت تيمنج، انت لو وصلت ال MQTT سيرفر بالشكل ده مفيش اي عمليه اوثنتيكيشن، انت ممكن توصل منه مثلا ل RCA او كوماند اكسكيوشن او حاجه اعلى من كده، زي ما هنشوف دلوقتي باستخدام موقع شولنبرج. نعمل ديسكونكت من ده وهنلقي نظره على الهوست ده. طبعا هتلاقيته بابليك من غير اي باسورد وموجود على شودن. احنا هنحاول ما نخربش اي حاجه. دلوقتي هنشوف التوبكس الموجوده، زي ما حضراتكم شايفين في سيز، وفي عندنا هنا يو يو اي دي، او في عندنا هنا يونيك اي ديز، يونيك اي ديز هنا لاجهزه احنا مش عارفين محتواها ايه. هنشوف مثلا هنا اول واحد ستاتس، عندنا البيز، الموتور، الموتور بيز، الميشن، الميديا، نست باتري، اي سي، دبليو سي. زي ما حضراتكم شايفين كده اللي قدامنا ده عبارة عن داتا خاصة بدرون. تمام، تقدر طبعا ان انت تعمل ريد ورايت دلوقتي، يعني انت ممكن دلوقتي تعمل بابلش للداتا دي تغيرها. ممكن مثلا ريدي تو جو، احنا شايفين دلوقتي قدامنا كلمة ريدي تو جو، نجرب كده نغير نكتب حاجة تانية.
ببلش. تمام، احنا تقريبا مختارين البيز. تمام، هنا ملناش صلاحيات ان احنا نرايت او نعمل ببلش لاي مسج في المكان ده. تمام، بس في اجهزه كتير على الانترنت معرضه للخطر ده، وممكن في عمليه بنتريشن تيستنج، انت اصلا لو في عمليه بنتريشن تيستنج ووصلت لحد المكان ده، فيعتبر انت معاك اصلا هنا معلومات المفروض مفيش حد يوصل لها. يعني في بعض الاحيان بيكون في برضه جي بي اس لوكيشن، او بيكون في المسار مثلا بتاع الجهاز ده او حاجه. هنشوف دلوقتي الشودن، هنعمل عمليه بحث بس، لكن مش هنلمس اي حاجه. زي ما حضراتكم شايفين هنا، احنا ملناش صلاحية غير للقراءة بس على الهوست اللي هو كان اسمه درون ده. تمام، ما بنصحش طبعا اي حد ان هو ينفذ اي اتاك من الاتاكس اللي احنا نتكلم عنها على جهاز مش بيملكه. الموضوع للتستنج فقط. هنكتب مثلا هنا بورت 1883. زي ما حضراتكم شايفين الشودن في اللحظة دي الداتابيز بتاعته بتحتوي على 840,000 تقريبا. زي ما حضراتكم شايفين كده، نو داتا ريتيرن. في أجهزة كتير هتلاقيها بتطلب منك اوثنتيكيشن، في أجهزة هتلاقي مفيش عليها داتا أصلا، في أجهزة تانية هتلاقيها كده بتعرض لك التوبكس اللي عليها وبتعرض لك المحتوى بتاعها، وتقدر ان انت تعمل ريد، او تقدر تعمل ريد ورايت في بعض الاحيان كمان زي ما حضراتكم شايفين. طيب هنبحث هنا، نكتب مثلا باتري. زي ما حضراتكم شايفين اجهزة كتير كتير مش بتطلب اوثنتيكيشن اصلا عشان انت تشوف الداتا اللي عليها او تبدأ تتعامل معاها. نكتب مثلا جي بي اس. زي ما حضراتكم شايفين في عندنا تقريبا 200 نتيجة. في عندنا هنا ريموت مانجمنت، ستاتس ريبورت، ريجستريشن ريبورت، في برضو ادمن ابلود. المفروض كل الحاجات دي مفيش صلاحيات وصول ليها غير بعد عملية الاوثنتيكيشن. بس طبعا يعني كل النتائج دي تعتبر قليلة جدا، لأن ال MQTT بتستخدم حوالين العالم في ملايين الأجهزة. تمام، فبالنسبة لملايين الأجهزة لما يكون النتائج كلها 800,000 واللي موجود منها من غير عملية authentication أقل من كده بكتير، فده يعتبر كله ماهوش حاجة. بس هي الفكرة لما يكون في درونز مثلا أو أجهزة طبية أو كلام من ده معرضة للاختراق بسبب ان مفيش اي اوثنتيكيشن عليها. دول مش اكتر من 3 اجهزة زي ما حضراتكم شايفين. ال MQTT في عندنا هنا معلومات من البروكر، دي توبكس موجودة عليها تقريبا، دي حاجة للتستنج يعني مش حاجة سنسيتيف. برضو لما يكون في عندك تارجت، يعني مثلا ممكن نبحث في الأورج ياهو. لما يكون في عندك تارجت برضو خلي في بالك وانت بتعمل تيستنج عليه، انك ممكن تعمل تيستنج على أجهزة الاي او تي الموجودة عنده. تمام، طبعا هو الموضوع ظهر معايا في تارجت بالصدفة، انا ما كنتش بعمل اي او تي بن تيستنج. بس ممكن برضو لو حابين تكملوا في موضوع الاي او تي هاكينج، في الاواس توب 10 اي او تي، اواس اي او تي تقريبا اخر حاجة كانت 2018، اخر توب 10، اخر توب 10 موجودة هي من 2018 فعلا. ولو عايزين لو عايزين معلومات كافية عنها ممكن تشوفوا ملف البي دي اف ده.
هنا التوب 10 بتوع الاي او تي. بهنا نكون خلصنا كلامنا عن ال MQTT، وده كان الكلام عنه النهاردة. الموضوع بسيط زي ما حضراتكم شايفين. وقبل ما ننهي، في فريم ورك او اداة اسمها MQTT بون. هي الأداة تعتبر out of date يعني، بس في أدوات تانية كتير ممكن تلاقوها على الشودن. تمام، دي بتعمل brute force لو في authentication أصلا، وبتعمل enumerate للtopics. تمام، طبعا انت مش على طول هتلاقي التوبكس عندك public بالشكل اللي احنا شفناه في الشودن ده، ومش على طول هتلاقي الموضوع من غير authentication. وفي هنا GPS tracker، S on off exploiter. S on off ده عبارة عن جهاز من الأجهزة الموجودة من أجهزة الـ IoT. ده جهاز كوميركال يعني، حاجة بتتباع أصلا جاهزة، مش بروجكت أوبن سورس ولا حاجة. وفي عندنا هنا موديول للشودان أهو. هنا نكون وصلنا لنهاية الدرس. لو حابين نكمل في الدروس اللي من النوع دوت، خلوني أعرف في التعليقات. وبشكركم على حسن المشاهدة، وإلى اللقاء.